أنشطة لجنة الطفل، نروح بقى مع بعض للجنة الثقافية. نشاط مهم جدا الحقيقة اللي هنتكلم عنه من خلال هذا الخبر هو فكرة المكتبة المتنقلة اللي راحت فروع النادي الأهلي في مدينة نصر والشيخ زايد، وكانت محطتها الأخيرة في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. تعالوا نشوف ونرجع نكمل. النهارده احنا بنعمل مجموعه، زي ما قلت لحضرتك، مجموعه من الانشطه المتنوعه، فيها حاجات تعليميه وحاجات تثقيفيه للاطفال وللشباب، لان دايما احنا بنرتبط بموضوع الكتاب. الكتاب عندنا شيء مهم جدا، اساسي بالنسبه لنا، لان سيظل الكتاب هو المصدر الرئيسي للمعلومه. فاحنا لما بنعمل اي نشاط بنحاول نربط الكتاب بالنشاط، فده الحقيقه بيبقى ممتع جدا للولاد وحاجه مفيده جدا للولاد. النهارده يمكن الايفنت ده اتكرر اكتر من مره في كل الفروع تقريبا عشان نوصل بيه لفرع الجزيره. المكتبه المتنقلة ليها دور مع الأطفال واللجنة الثقافية، أنا يعني بشكرهم جدا، عاملين شيء مهم وشيء مؤثر. المستوى ده أو السن ده محتاج تثقيف، يجي من خلال اللجنة الثقافية بشكل مبسط ليهم، يجي من خلال حاجة زي المكتبة المتنقلة أو حاجات تانية كتير لسه قدام هنشوفها مع بعض إن شاء الله. من خلال اللجنة الثقافية ليهم دور قوي جدا في إن هم يوعوا الأطفال ويوصلوا بقدراتهم الثقافية لأعلى مستوى إن شاء الله. يعني بنعمل ورش رسم، بنعمل ورش أشغال يدوية، بنعمل ورش علمية للأطفال، بنعمل حكي للأطفال، بنستعين تقريبا بكل كأن المكتبة بالظبط، كأن هو الطفل نفسه جه المكتبة تمتع بكل الخدمات اللي هو موجودة. بس الفكرة ان احنا بنوصل بخدماتنا في قلب المكان اللي احنا رايحين فيه. ان انا بقدم مبادرة كتابيديا، دي مبادرة لتشجيع الولاد على القراءة، قد ان الولد بعده شوية عن القراءة، فاحنا حابين نرجعهم تاني ان احنا لازم نقرأ كل يوم معلومة، لازم نعرف حاجة جديدة. بس طبعا كل ده بنربطه بشوية فعاليات، ان هو علشان ينمي برضو الحواس عنده، ان هو يعمل اشغال يدويه علشان يثبت الموضوع اكتر. يعني تخصصي اورجامي 3D، احنا بنعلم الاطفال ازاي يعرف يعمل اشكال ثلاثيه الابعاد، بننفذها في اشكال كبيره واشكال صغيره. طبعا معايا ورقه الاي 4 ليها مقاسات معينه وليها تطبيقه معينه للمثلث بتاعي اللي يطلع النتيجه بتاعتي، ازاي اعرف اعمل بيها الاشكال بتاعتي. بنعمل أشكال صغيرة وأشكال كبيرة، في منها مثلا الطاووس الهندي والطاووس المصري، البومة، القلب، كل الحاجات الأشكال المجسمة اللي انت اللي هي بتوجه لي، اللي هي 3D، ان انا الاقي الشكل واضح معي. انا دلوقتي مسؤولة عن ورشتي الهاند كرافت اللي لها علاقة بالسنة الجديدة. انا بدأت عملت 3 ورش، كل ورشة مختلفة عن التانية، بس الموضوع الأساسي كان عن السنة الجديدة او النيو يير. النادي الأهلي دايما مهتم بأولاده، ودي حاجة جميلة إنه يعرف أطفال على القراءة وأهمية القراءة ومكتبة مهمة زي دي، فإحنا ما كناش نعرفها يعني، فهو النهاردة جه بيعرفها لنا وأماكنها فين وممكن نستفاد منها إزاي. طبعا الأهلي يعني نادينا الجميل لازم يجيب لنا حاجات حلوة، يعني دي حاجة كويسة جدا. النادي بصراحة كان ناقصه ان هو يعمل حاجة زي كده، بالرغم ان في مكتبة في النادي، بس النهاردة يعني أنشطة متميزة. مكتبة مصر العامة من المكتبات الكبيرة في مصر، يمكن أكبر مكتبة موجودة في مصر بعد مكتبة اسكندرية طبعا، هي رقم واحد، وبعدين مكتبة مصر العامة. فشيء جميل انها تيجي بالمكتبة المتنقلة بتاعتها، لانها عاملة أنشطة كتير جدا ما كانتش موجودة في النادي، يعني فده حاجة جميلة قوي. طبعا حلو جدا، ويا ريت النادي يعمل كل اسبوع حاجه زي كده، لان اطفالنا طبعا بتستفاد كتير قوي من الحاجات دي. بنبعدهم عن السوشيال ميديا، بنبعد الولاد عن افكار مثلا على التلفزيون على الانترنت، ان هم يتفرجوا على حاجات طبعا بتوقع مخهم خالص وبتاثر على مخهم بالسلب. لا طبعا يا ريت النادي يعمل لنا كل اسبوع حاجه زي كده للاطفال. كانت بالنسبه لي حاجه حلوه انه حاجه تحصل زي كده، وكانت اول مره اجرب حاجات زي كده، وتعلمت حاجات كتير عن الساينس زي الفيزيكالز والكيميكالز كده، وتعلمت ان الحفيرات والحاجات اللي زي دي. حاجه جميله، واحنا اتعلمنا حاجات كتير زي ان احنا نعمل ازاي، نعرف نعمل زراعه، وازاي نعرف ان احنا نعمل حاجات يدويه وحاجات زي كده. الحقيقه
عجبني النشاط اللي هم عملوه في النادي الاهلي، بيعلمنا حاجات ازاي اتجردت الديناصورات وازاي نعمل مركبات وحاجات كتيره بالورق. كان فن قوي وتعلمنا حاجات كتير وطلعنا بره المود بتاع الكوفيد 19 السادنس والخوف وكده، وبدل ما كنا ماسكين الموبايلات والحاجات بقينا نتعلم حاجات كرييتيف ونعرف حاجات وبيساعدنا نعمل حاجات للسكول وكده. كان شفنا ازاي الاطفال فعلا كانت مبسوطه، فكره كمان ان الاهتمام بالثقافه ده جزء كويس جدا. يمكن احنا اتكلمنا قبل كده عن الشق الرياضي، لكن كمان فكره هنا الاهتمام بثقافه الطفل دي حاجه طبعا مهمه، وانك تشجع على القرايه الطفل ان هو يهتم بالقرايه من هو صغير كمان، لان انا بعتقد اللي بياخد على حاجه او بيتربى على حاجه من هو صغير بيكبر عليها، مش ممكن بعد مثلا ما يبقى عنده 15 سنه نبتدي نعلمه على فكره الرياضه مهمه، فكره الثقافه مهمه، ده مستحيل يعني، دي من وجهه نظري. لا، وفكره القراءة بصفة خاصة، واحنا في زمن دلوقتي قلما تشوفي ما حد ماسك فيه حتى جورنال او الكتاب او ماسك رواية يقرا فيها. صح. يعني الاجيال الجديدة كلها بقت اجيال الكترونية جدا، حتى القراية اللي منهم بيحب القراية ودي نسبة مش كبيرة للاسف، هتلاقيه اللي هو الاي ريدنج الكترونيك ريدنج. لكن فكرة المكتبة متنقلة بتنقل لهم لغاية عندهم العلم والدنيا فيها ايه. طبعا الى جانب بقى طبعا كنت لسه بقول من شويه الحقيقه ان اللجان المختلفه في النادي الاهلي عاملين شغل زي الفل. صح. على كل الاصعده، رياضيا، ثقافيا، ترفيهيا، توعويا، فالحقيقه 10 على 10 كالعاده. يعني مزيد من النجاحات ان شاء الله.